اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات عالم الحيوان. زي ما شايفين ورانا هنا بناخد جوله في تنزانيا وبنشوف الحيوانات ازاي ان هي منسجمه مع الطبيعه انسجام دائم. انا اقدر اوريكم حاجات كتيره قوي ما تقدروش ان انتوا تشوفوها على الحقيقه، ولكن هنا وانا في تنزانيا شايف حاجات محدش تاني يقدر يشوفها.